ملايين العراقيين على موعد مع تجربة تدبير الاختلاف عبر صناديق الاقتراع بعيدا عن العنف والصراعات الطائفية. انتخابات تشريعية تجرى في ظل انقسامات سياسية عميقة وأوضاع اقتصادية وأمنية متدهورة. هنا شوارع مدينة الموصل، أثر الدمار لا تزال حاضرة في كل مكان بعد طرد تنظيم داعش من هذه المدينة. سكان الموصل يعلقون أملا عريضة على هذا الموعد الانتخابي، إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتوفير فرص العمل أبرز انتظارات السكان. إن شاء الله يسوون تغيير ويساعدون البلد ويساعدونا بعدين في إعمار بيوتنا، في عيشتنا، في تعيين أولادنا بالوظائف. 4 سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش تركت ندوبا لا تنمحي من ذاكرة العراقيين، وبات من الواضح أن القطع مع هذه المرحلة يستدعي إيجاد حلول جذرية لكل مسببات العنف والتطرف. شنو أسباب ظهور الدواعش؟ هي أكثر أسباب ظهور الدواعش الإهمال لبعض فئات الشعب، فهي أي واحد يطلع ممكن يقول لك أنا راح أجيب لك حقوقك أسوي هذا، راح العالم تتوجه إليه. مدينة البصرة وحكاية مباني تاريخية طالها الإهمال والنسيان. يتحدث أهالي هذا الحي عن تطلعات إلى إصلاحات تعيد الحياة إلى هذه الأحياء المهمشة. هذا كنوز تراثيا المفروض الدولة تهتم بهن. الدولة ما منتبهت له، الدولة كانت منتبهة للحروب، الدولة منتبهة بس النفس وكراسي وحاشيات. الأحزاب العراقية المتنافسة تقدم وعودا محورها إحداث تغيير شامل بالبلاد، وعود كثيرة لعل أبرزها إنعاش الاقتصاد ومحاربة الإرهاب وإنهاء وضعية الفساد التي طالت كل مناحي الحياة. يعني العراق مليء بالفساد، مليء بالطائفية، المشاحنات الطائفية موجودة في كل مكان. أزيد من 24 مليون عراقي يملكون مفتاح تغيير الخارطة السياسية في البلاد. موعد ديمقراطي يشهد منافسة قوية بين أحزاب سياسية تمثل مختلف الطوائف. انتخابات وإن تحكمت فيها الصراعات الداخلية المستمرة منذ سنوات، فإن الرهانة الإقليمية تظل حاضرة بقوة في رسم معالم المسرح السياسي في العراق.